مرحبا اعزائنا المشاهدين، اليوم راح نسوي ان شاء الله انبوكسنج لاحد كاميرات الجارمن الداش كام الجديده، فخليكم ويانا. خلونا نشوف محتويات البوكس. كاميرا صغيره مع دستين للتسجيل داخل وخارج السياره، لدينا مدخل ميموري كارد بسعه 16 جيبي، ويمكن للكاميرا ان تدعم حتى 512 جيبي. الاكسسوارات الموجودة في البوكس، لدينا كيبلين USB لتشغيل الكاميرا 4 متر 1.5 متر، ولدينا قاعدة مغناطيسية للتثبيت على الجلاس، بوكتي بالتشغيل السريع، ولدينا ادابتر اخر ذو مقبسين USB. مواصفات الكاميرا العامة: صغيرة الحجم بأبعاد 2.2 انش في 1.6 انش، خفيفة الوزن، تحتوي على عدستان عدسة خارجية تقوم بتصوير فيديو بدقة 1440 بكسل وبزاوية رؤية 180 درجة، وكذلك عدسة للتصوير الداخلي وتقوم بتصوير فيديو بدقة 720 بكسل وكذلك بزاوية رؤية 180 درجة، تحتوي على قاعدة مغناطيسية يمكن تثبيتها بكل سهولة، تدعم ذاكرة خارجية حتى 512، تسجيل داخلي وخارجي للسيارة، لديها حساس أو ما يسمى بالكي سنسر لحفظ الفيديو تلقائيا في حال لا سمح الله وقوع حادث ما. السرعة والمسافة تكون مضمنة على الفيديو، التحكم بها يكون عن طريق الجارمن درايف وهو التطبيق مجاني لأجهزة الاندرويد وكذلك أجهزة الاي او اس، أو عن طريق الأوامر الصوتية، فيمكن لنا التحدث مع الكاميرا لحفظ مقطع فيديو أو لتوقيف التسجيل أو أخذ لقطة. طريقة توصيل الكاميرا مع الموبايل: نحتاج تنزيل تطبيق جارمن درايف وهو برنامج مجاني لأجهزة الاندرويد والاي او اس، هذا شكل البرنامج. بعد التنزيل نضغط على البرنامج، ومن الضروري أن تكون الكاميرا في وضع الاقتران وذلك بالضغط مع الاستمرار على هذا الزر. ستكون الكاميرا الآن في وضع الاقتران. عن طريق التطبيق نضغط على داش كام سيريز، سيقوم البرنامج بالبحث عن الكاميرا تلقائيا. طريقة توصيل الكاميرا مع الموبايل: نحتاج تنزيل تطبيق الجارمن درايف هو برنامج مجاني موجود على الجوجل ستور او الاي اس ستور. بعد تنزيل التطبيق يتوجب علينا وضع الكاميرا في وضع الاقتران عن طريق الضغط مع الاستمرار على هذا الزر. عند وضع الكاميرا في وضع الاقتران نقوم بالضغط على الداش كام سيريز، سيقوم البرنامج بالبحث التلقائي للكاميرا، وعند العثور عليها سنضغط على الاستمرار، ومن ثم سنلاحظ انه تم توصيل الكاميرا مع الابليكيشن. عن طريق التطبيق يمكننا تغيير كل اعدادات الكاميرا، سواء كان اختيار العدسة للتصوير، اختيار ايضا دقة الفيديو، اختيار اذا كنا نريد البيانات مثل السرعة والمسافة مضمنة من ضمن الفيديو، وكل اعدادات الكاميرا، وايضا تحديث الكاميرا اذا كان هناك اي تحديث للكاميرا. عن طريق التطبيق يمكننا حفظ الفيديو تلقائيا الى الذاكرة، يمكننا مراجعة المحفوظات ايضا او اخذ لقطة